لا تبدو امتحانات الشهادة الثانوية بكافة فروعها في حلب كباقي سنوات الحرب، فاليوم يتوافد آلاف الطلاب إلى مراكزهم وسط شعورهم بالأمن والأمان الذي افتقدته المدينة طوال السنوات الماضية، والتي أدت في غالب الأحيان إلى ارتقاء عشرات الطلاب والكوادر التدريسية والإدارية شهداء. في فرق كبير بين ما كان طالب عليه ما هو شاعر بالأمان أبدا، وهلأ كل شيء كل سبل الأمان طالب مرتاح تماما، راحة نفسية، ونحن كمان عم نأمن لهم جو كويس من مشان تقديم الامتحان. ونحن حسينا من خلال الأسئلة اللي مستواها وسط، أنا على فكرة اختصاصي رياضيات، فطلعت على بشكل هيك سريع على الأسئلة سهلة، يعني بجوز يكون في يعني تميل إلى الوسط، يعني أتوقع من طلابنا الإجابة بشكل جيد جدا. بالنسبة للأسئلة يعني لحد الآن أسئلة يعني عادي، يعني من الوسطية. يعني لما الواحد بدرس بلاقي الأسئلة كتير سهلة وما في عليه شيء صعب. بالنسبة للأسئلة يعني لحد الآن أسئلة يعني عادي، يعني من الوسطية. يعني امتحانات أجمع فيها غالبية الطلبة على امتياز الأسئلة، والتي يمكن تصنيفها بأنها علمية يمكن لأي مجد ودارس الإجابة عليها. هي مدينة حلب التي باتت تنتعش نصرا وعلما، وكأنها تكتسي ثوبا جديدا ناصعا من التضحيات والنصر والعلم.